كاميرا عمرو ولا تامر الطيب ولا ايه؟ ولا كنت عامل حاجة. طيب وتر اتفضل. بارتي انا والله عايز سينكرونايزيشن. اندنج انت عمرو سينكرونايزيشن. الود عندك ولا ايه؟ الو، دين مان ايه اللي ووك بيحصل؟ كليك بريس اني كي. ما هو ايوه، بعد البريس اند كيتشن كونكريشن بيندينج. وانت يا باشا بس Is there a مايكل sword اف that فوت مان Is that a horse النايت Throp Is that a helmet Vanity البيسنت ده كان ايه ده؟ ارض It's hammer time. وسا بارتي ميني جيم. البنج عندكم عامل ازاي بقى؟ سلاماندر يلا يا سلاماندر بعت المفيد ده معفن اوي اس عشان يشوت. لا هي مقصود ان الش ايه مين اللي راح في رجلين ده؟ داش بنج. لا انا ال مش بيموت بنج كان ايه، داش ولا سلاش؟ مش حد فاكر عارف البنج كان بتعمل ازاي؟ مش عارف لا. هو ايه اللي بيحصل بس؟ مش فاهم اللعبة دي او الخريطة دي، مش فاهم. ميني جيمز، ميني جيمز، ميني جيمز هي ايه؟ احنا ليتنسي دي كانت بتبقى ليتنسي، ده بتبقى تبع السيرفر. هو ده البنج مين انا؟ ايوه انا قصدي يعني اللي هو حاجه بتبقى في السر يعني، كان بتبقى اكسلاميشن مارك ليتنسي بتطلع لك البنج. طب وبعدين المفروض تزقوا بعض. انا مش بيعمل بنج يا عم. لوسي ده اللي بيصطاد في البتاع كده كمان على الارض. بور مين الازرق يا حاجو؟ يا ابني بنج، يا ابني بنج في السلنكتين والله. اي طب ما حد منكم كاريت؟ طيب ما اعتقدش انها تفرق يعني. لا تفرق طبعا. او جلال هندي بيهدف في حته واحده بس. طب بص يعني ثانية واحدة بس، ثانية بص، هي خلاص كده شغالة صح؟ يعني اتس شغالة ناو، فخلاص هو انا بضرب على البتاع وبعد كده بعد ما الخصم بيروح بي لا بي انت بتضرب كليك يمين على الارض، تهدف السهم، تهدف اوكي اصطاد الخنزير. خلاص خلاص، احنا خمسة دلوقتي، تعال نخش ارينا او اي حاجة ينفع تتلعب، وبعد كده بقى يعني نرجع تاني للحاجات ديت لما نلعب بقى بونا او اي حاجة يعني. انما بصراحه مش اكسايتد ان انا اقعد اكسبلور مثلا الميني جيمز هنا، وانا عندي في دوتا الميني جيمز واحسن واسرع والجرافيكس وكده. برضه عملت ميشن في نفس الحته. انا ما بعملش حاجه، انا واقف. هو ده سكيل كبير في حته وخلاص. كويت ميشن اكزيت بروجرام الت كي كيو. كنا عايزين نلعب الخريطه اللي هي التور دي بس فايليشن. ابو جلال مش هيحب اللعبة. مزو كورن يا عم، العبوا يا عم العبوا. ما هو نلعبها كلنا اللي هي الخريطة اللي هي هنقعد نمرح فيها دي. استنى يا دكتور، انا كيف ازاي؟ هو انتوا احنا في ايه؟ اف مش عارف ايه سي اف سي اف 0 0 0. How to write your name in colors Warcraft 3. خد عام. بتحب البرتقالي صح؟ خد. لا. مش عايز برتقالي؟ عايز الأحمر. عايز ايه؟ خد يا عمرو. الأحمر دموي. خد. مفيش أحمر منه. هو ايه ده يا جدعان؟ ايه؟ اللون اسمك، تكتب اسمك دول بالاحمر. فين بالظبط؟ ايه ده حجوج انت مش فاكر؟ هاو كاب؟ انت فور كافت لسه؟ عمرو بيغير اسمه بس. اوه هنعمل ايه طيب؟ هنلعب وورد كرافت دوتا 2. كرافت دوتا 2؟ ليه؟ احنا بنرجع بالزمن ليه؟ نلعب دوتا 2 وورد كرافت. طيب
طب خلاص خلاص بس ايه بس. سوبر سونيك مورف مورف ايه 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 ارينا متسيبه ايه ريبلي ايه دي وايه سوبر سونيك مورف انت جاي وركف دي من هنا عم يا لهوي ده الباب دي قديمه جدا انا عايز اشوف الجهاز دي ده كانت جيمات 22 ده في ايه في ناس 2013 2009 يا لهوي 2009 ده جيم جديد ده جيم جديد لا ده جديد 2009 ده جديد انما اللي هي الريبلاي مالتي بلاير اهي كل دي جيمات مالتي بلاير ايه ده كان اوتو سيف ده ولا ايه احكوا ده احكوا لا مش باين والله ما اعرف مالتي بلاير والله ما اعرف لا اصل دي برضه تقريبا لا اصل انت اسمك اسمك سوبر سونيك مورف هو اكيد حاجه ليها علاقه بيا بس ايه بقى ما بيشتغلش بجوين جوين جوين كام 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 بص كمان اصلا ادي هنا طب ما تيجي يا عمرو نعمل لنا خريطه افتح الورلد اديتور عمرو انا كان نفسي اتعلم معرفش اللغه اللي كانت بتكتب بيها ايه بس حسكيري عسكيري افتح 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 بريزن بريك بريزن بريك طب افتح 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 كده بريزن بريك بورتال لا مش فاهم انفو ريبد اوف افتح افتح بريزن بريك كده كانت ايه بريزن بريك دي برضو كان حد اللي عاملها مننا يعني منكم يعني بليتش ورن بيس حلوه دي حطيته بيلعبها معايا كتير والله بريزن بريك طب كانت بريزن بريك ايه دي؟ افتح كده لا مش هتعرف تفتحها باي اندر ياندد هانت ذا لورد اندر سكور والسوبر سون ايه ده مين سون جوجو مين سون جوجو ده كل زيرو سون جوجو ده اللي هو هلولي سون جوجو طب انا مش الخريطه دي شكتيلار طب فين الكلام يا جدعان سياراتك دي انا اللي جت على ولا ايه هو الراجل بيرقص على اللي هو ده المفروض اللي هو الفحم المولع انت لا 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 ماجن اسمه ايه ماجنيك ماجناتيك ماجناتيك انت عارف اللي هم اللي بيمشوا خافيين على الفحم المولع يطلعوا يجري دول ايوه ايوه السوبر دوبر طب فين هو السينماتيك ده بيقول انتوا عاملين سينماتيك من غير حاجه يا سلام ايه الحلاوه دي لا عارف عاملين اصوات لا لا جوك اتفرج على جوك بس اتفرج على كنت عامل سينمات انا فادي ايوه خريطه اللي احنا انت عاملها بسرعه بس ثواني لا يا عم ده كنت انا وحلمي وحلمي ايوه اوعى تعالى تعالى يا ياضي انا يا لول خد هديتك ده انا ده لول ايوه بطل بيست بس ايه اللي عايز ده ليه ما يا رئيس يا رئيس انا اكلمك يا عم ضبط البتاع ده كان شال اوكي دوكي افتح انت حلال يا عم ده مين اللي جاي من الصحراء ده تعالى خرق الليالي هتفك زي الزعبولة هذا العب على زجري على زجري قولي اسمه لا فالح نت في السخرفان خلص عليه هو انت بس اللي عامل الفويس اكتنج هو انت بس اللي عامل الفويس اكتنج انا وحلمي يا عم حلمي حلمي كمان صوته بس صوت الشلحان وفي الوقت ده مين وقايل اوثر برد ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ انا عمره شوف البتاع دي تقريبا هي بتاعي اتكسر دلوقتي تايد هانتر هيلف وبتاعي اتكسر انت كنت حابسينه؟ ده مين بقى بيلعب دور التايد هانتر؟ تايد زعبولة هنشوف تايد زعبولة بالظبط زعبلاوي غبي ده حلمي ده حتى دي خليني اعرف استخدم الانترنت اقول هفتو انا طلت ستاب يا عمرو انت جيت طلت في حته مهمه ايزي ليفت الكهرباء دي الكهرباء دي كانت المفروض تنزل على دماغه بس هي نزلت
هل هو اكنه سوبرمان بقى وتعصب عليهم صح؟ الكهرباء اللي نزلت دي. تمام. لا ده تقريبا كان بيحاول ان هو يعرفه او حاجه. ف انكر اسمي ده كان موديل، انا فاكر ده كنا منزلينه. كان زيدو بايظ ولا ايه؟ ايوه لا هو كان موديل متهيألي بس هي هو ده كان حاجات موديل يعني. ساعات بتبوظ وتعمل مكعب كده بنفسجي في بس تقدر تقتني دي ذاك قرعة؟ امك قرعة. ايزي الدادي شيت انيبلد يا سلام. بيتك خربت القرف، عايز ده ارجع. كريسماس شي دي سيبولد. هو الصوت راح فين؟ مش تقريبا هتلاقي يا عم اقرا اي بطيخ يا عم البج ده. يعني انت جاي على بيتش ما تقولهاش. عادي عادي بس داخل على البص كبير. في دي ليه؟ ايوه روح امك. لا هم الحاجات بقى مش سبتنا. تمام هيخبط هيقع على راسه دلوقتي. ياني اشطفها ده نسخة وسخة. الغلول ده ولا ايه؟ انا لسه ده جدعان على الدماغ. شلفني تاني. بص يعني خرب بيت الملل. بس ده كان ساعتها انجاز. ايه ده؟ ده النسخ. هم رجعوا تاني ليه؟ رجعوا تقريبا. اصل الكاميرا في السينما دي كانت رخمه. انتي فربان بتنسي كده مين اللي انتصر؟ انتي هو بقى جاله هو زعبلاوي غبي خلاص بقى كده. يعني ايه اللي حصل؟ ما هو خلاص بقى قتل وخلاص يا عم. انت شايف العمق يا ابني؟ نلعب هو جد ولا نلعب الخريطه اللي هي بس الخريطه اللي هي اللي نلعب. او ماي جاد او ماي جاد